صباح الفل، صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام. اللي ورايا دي على فكره مش ارض تمشي عليها، لا خليني احول لك الكاميرا ونكمل موضوعنا. ان ده بحيره صغيره، هي مش بحيره، هي قول عليها قناه مثلا او قنال. خلاص، قنال دي بتعدي كده وبتعدي الناحيه الثانيه في نفس البرج. بصوا الاجواء يا جماعه عامله ازاي. صراحة الأجواء دي بتخليني أنا أنتعش جدا. طبعا الغابة على يميننا، ولكن أنا في اليوم الجميل ده والصباح الحلو والخريف اللي شكله يسعد ويفرح، حبيت إن أنا أدردش معاكم النهاردة. النهاردة مش هدردش في موضوع يهمكم قوي، ولكن هتبقى دردشة عامة على الطبيعة اللي موجودة في ألمانيا، الطبيعة الجميلة والخريف الظريف الحلو اللي انت هتعشقه حتى لو ما بتحبش الهدوء. يعني انت لو واخد على الهيصة والزنباليطة، صدقني والله هنا هتبقى مستمتع جدا، وخصوصا دولة ألمانيا الجميلة. بصوا يعني ما شاء الله. طبعا الورق لما نزل بتاع الأشجار نزل من على الشجر، وده الطبيعي في فصل الخريف والبرودة، فبينزل بقى يعبي المكان كله والبركة كله. ما شاء الله سبحان الله، بلاد جميلة قوي تستمتع فيها بالطبيعة اللي ملهاش حدود. بكلمك بجد، في أسماك صغيرة بتعوم هنا شايفها في القاع، بس انتوا مش هتشوفوها عشان المية غامقة عشان أوراق الشجر دي. أنا قلت لك اعمل لايك بجد. طب اعمل لايك، بتشوفني لأول مرة؟ طب اشترك في القناة، طب قول تعليقك المحترم المهذب الجميل. أنا بشكركم جدا على تفاعلكم الجميل معايا، وإيه صباحكم ورد وعسل، صباح الفل. بصوا يا جماعة المنظر بتاع الخريف عامل ازاي؟ سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله، حاجة اخر جمال. لا وايه، بص يعني مثلا الترعة دي، شايف الترعة دي؟ عاملين لك طريق الناحية التانية جنب البيوت، وعاملين لك طريق هنا، بص على مدد البصر شايف، وجسر وبتاع وقصص بنت لذينة، واخر حلاوة. في اليوم الجميل بتاع الخريف دون انا بستمتع قوي بهذه الاجواء، وانت كمان هتستمتع والله لو انت موجود هنا في المانيا. هستمتع جدا بالطبيعة والغابات والحاجات الحلوة اللي موجودة داخل هذا المكان الجميل. لما بتخرج عارف بتلاقي مليون حاجة تقدر تسلي نفسك فيها او بيها في الغربة، صدقني. او خليني اتكلم اقول ايه، يعني لما بتيجي تقرر ان انت تخرج في المانيا وانت عايش في اي مدينة في المانيا، صدقني والله هتلاقي شيء يخليك تستمتع وتحب المكان، وتبقى عندك طاقة ايجابية ان انت تنتج وتصنع وتبتكر وتخترع. بكلمك بجد يعني. بص الهدوء يا جماعة، الهدوء رهيب هنا في هذا المكان. طيب الناس هنا بيسيبوا الحاجات دي معفنة كده، يعني واحد يقول ورق الشجر ده جميل قوي، يعني بص الغابة كلها ورق شجر، بيسيبوها في الغابة الحتة المدارية دي؟ بص يا باشا عربية النظافة هناك اهي، استنى اكبر لك. بص يا باشا بينظفوا، يا باشا يا باشا انت في المانيا يا باشا، عارف يعني ايه انت في المانيا؟ يعني اقول لك ايه حبيبي القلب، الناس هنا بتشوف شغلها كويس، عارفة شغلها وعارفة تعمل ايه وما تعملش ايه، والحاجات دي كلها هم عارفينها، فما بيسيبوش بلادهم وسخة. من الاخر بتروح دول او بتروح اماكن، بصرف النظر عن الدول العربيه، انا بتكلم على الناس المغتربه في دول اوروبيه، تلاقي مستنقعات، تلاقي بنيه تحتيه، يعني اقول لك ايه تضحكك، بتلاقي حاجات كتيره قوي. فوجودك في بلد متقدم زي المانيا، صدقني والله ده رزق من عند ربنا ان انت تكون في هذا المكان او تزور هذا المكان، سواء المكان ده انت هتعيش فيه مدى حياتك او مؤقتا ليه برضو حياتك. بصوا يا جماعه شايفين الناس هنا بتهتم قوي بالطيور في الشتاء، كان بيعملوا الكلام دون في اوكرانيا، ولكن هنا طبعا على قد الامكانيات بتاعتهم، طبعا هنا الامكانيات اعلى واكبر، فبيبداوا يعملوا الاقفاص دي ويحطوا فيها حاجات وياكلوا الطيور. تلاقي ناس حاطه ازايز ميه، يعني مش ازايز، علب بلاستيك كده شكلها جميل ومليانه ميه، فاهم؟ او تلاقي فيها بذور في فصل الشتاء. احنا عارفين طبعا ان في فصل الشتاء هنا بيبقى القصة بتبقى تلج، بس المانيا صراحة اقل تلج عن دول اوروبا او مدينة نورنبرج. خليني اقول بصوا عاملين علامة على الشجر، كنت انا حكيت لكم على الحكاية دي، في كل مكان تلاقيهم مرقمين الشجر ده سواء بعلامة سواء برقم
من الناحيه الثانيه هتلاقي القصص دي. يعني بص الشجره اللي احنا عدينا عليها برضو نفس القصه، الشجره دي نفس القصه، هم اقول لك ايه يعني عارفين عدد الشجر اللي في بلدهم. بكلمك بجد. والناس هنا بتستمتع باجواء الخريف الجميل، وانت كمان لازم تستمتع يا جميل. لو ما استمتعتش تبقى انت راجل نكدي. لا تسمح لي بقى، معلش انا اخوك ومتعشم فيك وبقول لك القصه بمنتهى الامانه والصراحه. سبحان الله، ايه رايكم في الاجواء الجميله دي؟ مش اجواء حلوه يا جماعه؟ اجواء تفتح النفس وتخليك انت يعني يبقى عندك نفس ان انت تشتغل، ان انت تروح عملك وتنتج فيه وتعمل حاجه كويسه تنفع بيها البلد اللي انت موجود فيها، لان البلد اللي انت موجود فيها اكيد طبعا عملت معاك خير كتير قوي. علامه ايه؟ ما تفهمش العلامه دي بتاعت ايه او بترمز لايه. الغابه زي ما انتم شايفين يا جماعه، بصوا يعني ما شاء الله. كنت اتكلمت على الموضوع الغابات دون بيبقى فيه حيوانات مفترسه صراحه في نورنبرج. والله يعني انا عشان ما اكونش ببالغ يعني انا ما شفتش حاجات زي كده او ما شفتش حوادث، ولكن في المانيا في حيوانات مفترسه اكيد، بس بتعيش في اماكن بعيده بعيده عن السكان. بصوا الجمال والمنظر الحلو، يا عيني عليك يا حلوه، يا عيني عليك يا بلد. انا عاوز اروح عند الجسر دون وارجع تاني، لاني بصوا مش عارف بيصرفوا هنا ايه، يعني اكيد بيصلحوا حاجه. هم دماغ يعني الالمان دماغ صراحه، يعني لما بيكونوا حاجه هيعملوها ما بيبوظوش حاجه، ولكن بيعملوا بدائل. دي بديل ان هم عاملين قناه او مكنه رفع بترفع المايه اللي هم مش عاوزينها تمشي في هذا المكان، وبتصب هنا وبيشتغلوا وبيخلصوا شغلهم على اكمل وجه وبيعملوا الشغل تمام التمام. حتى حاطين لك يوفط اهي، واكيد اليوفط دي كاتبين لك عليها هم بيعملوا ايه هنا، فاهم؟ والموضوع ده هياخد قد ايه وقت؟ يعني شوف من ضمن الدقه بتاعتهم ان هو بيبقى كاتب لك ان هيبدا العمل في هذا المكان من يوم كذا ليوم كذا للساعه كذا من الساعه كذا. صدقني والله العظيم انت تستغرب لها يعني. يا عم بالساعه؟ اه بالساعه وبالدقيقه. ناس بتلتزم جدا وعارفه هي بتعمل ايه. اسمحوا لي اكح بس. اه عاوز ابطل السجاير. بصوا عربيات الناس اللي هي بتشتغل شايفين، والجسر اللي احنا عاوزين نروح عنده. يا عيني، في اجمل من كده خيال؟ في اجمل من كده هدوء وطبيعه حلوه؟ ها قولوا بس يا جماعه. والله العظيم انتوا نور عينينا. انتوا نور عينينا يا رجاله والله. شايف؟ الله الله على الطبيعه الحلوه والهدوء اللي من عند ربنا يعني. والله العظيم يا بخت هؤلاء الناس. في ناس بتذم فيهم وناس بتقول عليهم كلام مش كويس، ولكن يا بختهم ببلادهم. والله احنا ما عندناش الاجواء دي، يعني ما عندناش الاجواء دي، الاجواء الجميله الهاديه دي مش عندنا. احنا عندنا زحمه ودربكه واحمد علويه وزحمه يا دنيا زحمه صراحه، لكن الناس دول ما تفهمش ايه اللي في دماغهم وايه اللي عملوه. بصوا يا جماعه يعني مجموعه عيش الغراب دي شايف بالصدفه واحنا ماشيين، بصوا لان ده الفصل بتاع عيش الغراب. بصوا يا جماعه كميه عيش الغراب قد ايه، شايفين اهو عيش غراب واحنا ماشيين يعني مش مرتبين لحاجه. بصوا شايفين، بس انا ما اعرفش الحاجات دي سامه هل مش سامه، لكن شكلها صراحه يعني مش طبيعي، لان فصل الخريف بيكتر فيه عيش الغراب. بصوا يا جماعه الكميه، يا نهار ابيض. بصوا والله العظيم جميله جميله جميله، شايفين يا جماعه ما شاء الله. بصوا 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 بص. كل المنطقه عيش غراب، بس هل العيش الغراب ده بيتاكل او ما بيتاكلش؟ يعني هم احيانا بيحذروا الناس هنا، يقولوا لهم ما تاكلوش عيش الغراب اللي في الشارع، مش في الشارع اللي هو بيبقى في البتاع ده. بصوا يا جماعه هوريكم حاجه جميله قوي. بصوا الدبور ده شايفين، البيت بتاعه وقع فدازل عاوز ينام فيه، ما تفهمش عاوز يعمل ايه، اكيد واقع من فوق من الشجره من هنا. انا ما اعرفش صراحه. بص الورقه نازله عامله ازاي، يا عيني عليكي يا ولدي. شفتوا كميه عيش الغراب اللي هنا دي؟ ما شاء الله. المنطقه يا جماعه والله مليانه حاجات في الطبيعه حلوه حلوه. بصوا عيش غراب اهو، يعني مليانه مليانه. بصوا اهو اهو، دي مكسوره حد داس عليها، شايفينها دي اهو. هتلاقيه بقى كتير قوي بيكتر في الجو الخريفي ده اللي بيبقى فيه الرطوبه عاليه، ولكن الجو برد. بصوا مليان عيش غراب، مليان مليان مليان. بصوا هتلاقي في كل حته ما بين الاشجار دي، شايفين كل ده عيش غراب يا جماعه اهو. بس الانواع السامه يعني خلي بالك. بصوا المنطقه كلها اهي، بصوا المنطقه كلها مليانه 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 مليانه. بصوا اللهم صل على النبي على جمال هذا العالم وهذا الدول وهذه الايه وهذه الحركات والبركات. كل ده عيش غراب مليان اهو، شايف
مليانه مليانه مليانه. بص دي المنطقه دي عامله ازاي. بس انا ما اعرفش ده سام ولا بيتاكل. هو في نوع بني كده بس انا ما اعرفش صراحه، ما فهمش فيهم يعني. انا ما تعودتش ان انا اجيب من الغابات. مره زمان وانا في اوكرانيا نزلت الغابه وجبت حاجات، وبعد ما روحت البيت اكتشفنا ان هي سامه يعني فرميناها. لكن انا في الطبيعي ما باخدش الحاجات دي. واصلا علبه البتاع قد كده فيها بتاع 250 جرام ولا بتاع، ما تستهونش بال 250 جرام ده، بتعمل لك فرشه او نص كيلو حاجه زي كده، تلاقيها ب 4 اور ولا بتاع، مش فلوس يعني انت فاهم. فما تجازفش لو انت عاوز يعني. هو اصلا ظريف يعني في الاكل ظريف. لو انت جربت عيش الغراب اللي هو المشروم، لو ما جربتوش جرب. بكلمك بجد لو ما جربتوش جرب. بصوا المنطقه مليانه مليانه سم بقى، مش سم لا ما اعرفش، انتوا نصيبكم كل واحد مسؤول عن نفسه. بص المنطقه، لان هو جو الخريف ده وانا يا جماعه بيكتر فيه الحاجات دي يعني. بص شايف الحاجات دي بتبقى كتيره قوي 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 في جو الخريف. على فكره انت ممكن تزرعه في البيت، ما بيحتاجش قصه ولا غلبه يعني. شكاره بلاستيك كده وتحط فيها كومبوست ومش عارف ايه وبتاع، وتجيب اللي هو البذور بتاعت عيش الغراب دي، بتشوف بتتباع فين، وممكن تزرعه في البيت، هيعمل لك انتاج حلو يعني، بيعمل انتاج كويس لو انت عاوز. مش عاوز رايح دماغك والسوبر ماركت مليان. وبفلوسك اشتري اللي انت عاوزه يا جميل. قولوا لي رايكم ايه في اليوم الجميل الحلو ده والله، واحنا مستمتعين واخر انبساط يعني، وانتم ناس زي العسل يعني. انا ببص كده بستغرب في اخيرا حاجه بيضاء. بصوا شايفين، شايفين فين مستخبيه؟ بص اهو يا حلوه يا حلوه يا حلوه. بص هنا اهو، فاخيرا النوع اتغير من بني. يمكن يكون ده بيطلع في الاول ابيض وبعد كده بيبقى بني، انا ما اعرفش الصراحه، اللي يعرف يقول لنا في تعليق. بصوا يا نهار ابيض، الارض مفروشه 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 مفروشه. بصوا مفروشه واحجام يعني، انت مستهونش بالبتاع. بص الحجم مش عايز المسه عشان الانواع السامه دي فاهم. لا مليانه بصراحه. ولو دخلت الغابه هنا هتلاقي، هتلاقي بص حاجات حاجات ومحتاجات. صراحه يعني قول لي رايك ايه في المحتوى اللي احنا بنعمله الايام دي. ان شاء الله باذن الله يعني احنا مع بعض وبامر الله هنعمل حاجات كويسه جدا. صباح الفل، يلا بينا نرجع، و يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديوهات اللي انا بعملها دي. بصراحه يعني موضوع ان انا ادخل الغابه والكلام ده كله، انا يعني مفيش وقت بصراحه عندي ان انا ادخل الغابه زي زمان كنت في اوكرانيا. بص كنت بخش اي حته. بصوا يا جماعه عيش الغراب عامل ازاي، مستعمرات والله يا جماعه مستعمرات، سبحان الله اهو. بص شايف كل ده عيش غراب، بس طبعا في نوع بني بيتباع في السوبر ماركت، بس انا ما اعرفش صراحه النوع ده سام ولا مش سام، ما اعرفش حقيقي عشان ما اغشكمش يعني. بصوا الحته دي مليانه مليانه تحت كل شجره. بص الرطوبه يا جماعه العاليه قوي هي اللي بتخلي الحاجات دي تطلع يعني. عيش الغراب من اهم خصائصه لما بتيجي تزرعه لازم يكون في رطوبه عاليه في المكان، فهمت حبيبي؟ فالرطوبه العاليه زي ما انت شايف، ومش هقول لك يعني، ما شاء الله ما شاء الله يعني المكان جميل قوي صراحه يعني. وبنتمشى في اليوم الجميل ده. طبعا العربيه خلصت شغل. بصوا ده كمان بيقطعوا الشجر اللي هو الزوايد دي فاهم، وناس بتكنس. سامع سامع اللي هو بالجرافات دي، بيشيل اللي هو الورق ده بيلمه على بعض. الناس بتحب بلادها نظيفه، انت خد بالك، ناس عاوزه بلادها تبقى جميله وحلوه، والناس لما تيجي تحترمهم وتحترم عاداتهم وتقاليدهم وتحترم اديانهم كمان يعني. مثلا لما تيجي تحترم دين فلان الفلاني اللي هو على غير دينك، لما تيجي تحترم دينه وده هيأثر عليك او هيأثر على الدين بتاعك، يا اخي لو انت مش هتفيده ما تضروش ما تأذيهوش، سيبه هو حر الله اعلم بيه وبدينه انت واخد بالك، ولكن احترم الناس عشان الناس تحترمك. لكن شغل الهمجيه وان انت لا مش عارف ايه الكلام والشعارات الغريبه اللي احيانا الواحد بيسمعها دي، صدقني والله انت يعني بتضيع وقتك فهمت، بتضيع وقتك صدقني يعني. اتمنى ان انت تكون فهمتها، لانك انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا ريت تفهمها وفهمها زي ما تفهمها يا غالي فهمت. فالله المستعان. تقريبا والله اعلم المنطقه دي ما فيهاش عيش الغراب كتير، مع انها نفس المنطقه اللي احنا عدينا عليها. احتمال يكون في حد بيجي
يلم الحاجات دي. وهنا الناس برضو يا جماعة عاوز برضو أنبه حضراتكم على حاجة، هنا الناس ما عندهمش اللي هي ان انا اخد ولم واحط في تلاجات ومش عارف ايه واملى التلاجة بتاعتي. الناس ما عندهاش كده، الناس بتاخد احتياجها. يعني تلاقي واحد ساكن في البيوت دي بيجي هذه الاماكن ياخد الطبخة بتاعته بس. وصلت يا حبيبي؟ يعني ياخد الطبخة بتاعته بس، ما يخزنش، ما يركنش في التلاجة، ما يقطعش، وياخد ويحط في بيته وفي الاخر يرميه. فهمت يا حبيبي؟ فعود دايما نفسك ان انت تاخد احتياجك من الحياة. بشوف الناس، وكانت عندي انا نفس الثقافة، ان انا لما اروح السوق انا والدتي مثلا الله يرحمها فتقعد تجيب من ده 5 كيلو ومن ده 3 كيلو ومن ده 2 كيلو ومن ده مش عارف ايه. هنا بقى لا، هنا لا، هنا تخش السوبر ماركت تلاقي واحد ما شاء الله طويل عريض نازل من عربية 10 متر ونازل يشتري طماطماية، خيارة، فلفل واحدة بالواحدة، انت خد بالك، عشان هيعمل طبق سلطة بالليل يتعشى هو ومراته. وصلت؟ فالناس هنا ما عندهاش ثقافة ان انا هات وخزن، لا، الكلام ده مش موجود. بصوا نوع عيش الغراب ده، شايفين ده عامل ازاي؟ ده اللي يعرف يقول برضو يا جماعة، كتير قوي هنا برضو، شايف؟ ممكن يكون سام بنسبة كبيرة يعني، بس انا ما اعرفش، بس عشان ما حدش يقول لي يا خالد ده سام ولا مش سام، انا ما اعرفش حقيقي، بس انا شايفه ان هو سام، فابعد عن الشر وغني له يا غالي. بص النوع ده، ده عيش غراب، شايفينه عامل ازاي؟ استنوا يا رب الاقي حتة خشبة ولا عصاية، اهي في عود اهو، ماشي، شايفين؟ يعني ده من غير ما، شايفين عامل ازاي؟ عيش غراب اهو، يعني شايف؟ شفته يا باشا؟ ده طبعا سام، سام بلا جدال يعني، انت خد بالك. فنخلي بالنا في نوع كمان شفته بس ما جاتش فرصه ان انا اصوره صراحه، هتلاقيه احمر في الوان صفراء في مش عارف ايه، عارف الوان كتيره، احمر في اصفر وحاجات كده جميله شكلها تشدك، ده سام، خلي بالك يا حبيبي. فهمت؟ يعني 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 الحلو. يعني في هذا اليوم اتمنى ايه؟ اتمنى ان تكون عملت اللايك، قلت تعليقك المحترم المهذب الجميل، اشتركت في القناة. صباحكم جميل، صباحكم عسل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، اشوفكم على خير، باي 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 باي. اليوم انتهى معاكم لكن عندي انا لسه ما انتهاش. صباح الفل، باي باي يا جماعة.